فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أرى كثيرا من الخطباء في خطبتي العيد يطيلون جدا في الخطبة، هذا شغلهم، ما يتقيدون بالسنة ولا تكفيهم السنة، ما يتقيدون بها، بل ولا يذكرون الأحكام المتعلقة بالخطبة في كل وقت بحسبه، يجيبون كلام عام وأساليب ما تفيد الناس ولا وتثقل عليهم ويطيلون، هذا خلاف السنة. كانت خطبته صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات مباركات طيبات، ما هو بيطيل الخطبة. نعم.